بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات خطيرة في العاصمة الهندية نيودلهي، أمرت السلطات في العاصمة بإعادة إغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، حيث يعتبر قرار الإغلاق هذا هو الثاني، وقد صدر بعد انتقاد قضاة المحكمة العليا قرار حكومة العاصمة بإعادة فتح المدارس هذا الأسبوع بعد 15 يوماً رغم استمرار تدهور جودة الهواء. وكانت المحكمة العليا التي تنظر في تماس عام بشأن عدم قدرة الحكومة على خفض التلوث الهوائي قد أبدت استياءها من القرار، وتساءلت عن مبررات سلطات العاصمة بعودة الأطفال إلى الفصول الدراسية. وتعد الهند أسوأ دولة في التلوث الهوائي في العالم، حيث تضم 22 مدينة من أكثر المدن تلوثاً. أما في العاصمة نيودلهي، فبحسب تحليل أجرته منظمة السلام الأخضر بجنوب شرق آسيا، فقد تسببت الجسيمات الدقيقة في الضباب الدخاني الناجم عن التلوث الهوائي في حوالي 54 ألف حالة وفاة مبكرة في العام الماضي، ما دفع بالحكومة للأخذ بإجراءات مشددة للحد من التلوث عبر الإغلاق وفرض إجراءات العمل من المنزل، إلى جانب حظر البناء وحظر دخول الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل وإدخال 700 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعاصمة.